جددت منظمة الصحة العالمية تأكيدها بخلو اليمن من فيروس كورونا حتى الآن، وأكدت في بيان عدم الإبلاغ حتى اللحظة عن أي حالات مؤكدة بفيروس الكورونا المستجد في اليمن، وقالت حاليا لا يوجد في اليمن حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا. أصدر الرئيس عبد رب منصور هادي تعليمات إلى رئيس الحكومة معين عبد الملك باتخاذ المعالجات والتدابير اللازمة لتجاوز تبعات وآثار المنخفض الجوي الذي ضرب عددا من محافظات البلاد ومنها العاصمة المؤقتة عدن. وشدد الرئيس هادي خلال اتصال هاتفي برئيس الوزراء على الإسراع وبشكل فوري في اعتماد الموازنات المخصصة لأضرار السيول بعدن واحتياجات المدينة لمواجهة تلك المخاطر بناء على ما تم رفعه سابقا من قبل لجان أضرار السيول في الفترة الماضية والتي لم تنفذ حتى الآن. أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا وصول دفعة من الكاميرات الحرارية للكشف عن وباء كورونا، وأوضحت أن الدفعة التي تم توفيرها بتمويل حكومي سيتم توزيعها وتشغيلها في منافذ الوديعة وشحن وصرفت الحدودية مع السعودية وعمان، إضافة لمطارات الريان وعدن وسيئون لفحص القادمين ضمن التدابير الوقائية والاحترازية من الجائحة الوبائية العالمية. وأوضح المتحدث باسم اللجنة علي الوليدي أن الشحنة الأولى من الإمدادات الطبية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمواجهة كورونا تم توزيعها بتنسيق مع منظمة الصحة العالمية على الجهات الصحية والمنافذ ومراكز الحجر في المحافظات بما فيها الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإنقلابية. دشنت قوات خفر السواحل بمحافظة حضرموت الحملة التوعوية والتثقيفية والإرشادية لمجابهة وباء كورونا المستجد خلال الطابور الصباحي للأفراد، وحث المقدم سالم النموري قائد خفر السواحل على الالتزام بالإرشادات الصادرة عن اللجنة العليا للطوارئ ومكافحة الأوبئة في حضرموت والتقيد بطرق السلامة والوقاية، خصوصا أن أفراد خفر السواحل يرتبط عملهم بالوافدين إلى المحافظة عبر الموانئ. قتل وأصيب عناصر من ميليشيا الحوثي الإنقلابية بنيران الجيش الوطني خلال تصديه لهجوم بمديرية خب والشعاف في شمال الجوف. وقال مصدر عسكري ليمن شباب إن قوات الجيش الوطني تمكنت من التصدي لهجوم شنته ميليشيا الحوثي بوادي وسط، وأضاف المصدر أن قوات الجيش مسنودة من قبائل المرازيق وآل صيد اغتنمت 5 عربات عسكرية وتم أسر 12 عنصرا من الميليشيا، فيما قتل 10 آخرون خلال المعارك بوادي وسط. تعز المحافظة التي لعبت دورا بارزا في إسقاط البدر وأبيه فعلتها مرة أخرى وأفشلت مخططات الميليشيات الانقلابية الرامية للسيطرة على المدينة، حيث باغتت حشود الميليشيات في مسيرة غاضبة خرجت بها إلى أمام معسكر القوات الخاصة الذي حاولت ميليشيا الحوثي والمخلوع آنذاك في 20 مارس 2015 التسلل إليه تحت جنح الظلام بالبزة العسكرية. وهنا وجدت الميليشيات الانقلابية هبة شعبية غير مؤاتية لتطلعاتها، حيث أدركت عاصمة الثقافة بوعي أبنائها الخطر الداهم على المحافظة، فأعلنتها مقاومة شعبية تساقطت فيها أقنعة البعض إلى مزبلة التاريخ، وارتقت فيها أرواحا لترتوي الأرض بأحفاد سبتمبر دفاعا عن الثورة وبتاريخ أجدادهم الذين قاوموا الإمامة على مدى عصور. وخلال 5 أعوام من اقتحام المحافظة وانطلاق المقاومة حققت تعز العديد من الانتصارات وتجاوزت الكثير من التحديات وأعادت بناء الدولة بصمود وإصرار أبطال ثبتوا حتى اللحظة ووثبوا منذ اللحظة الأولى لمحاولة السيطرة على عاصمة المقاومة التي لم تكتفي بإسقاط المشروع الإمامي على ترابها بل صدرت أبنائها لحماية الجمهورية
في كافة جبهات الوطن. خمس سنوات على لا نقول على دخول الميليشيات الحوثية إلى تعز، ولكن على رحيل هذه الميليشيات بفضل صمود وإرادة أبناء تعز من أهم الأماكن الحيوية في تعز. اليوم مديريات المدينة محررة ومركز المحافظة والساحل الغربي والشريط الساحلي لمحافظة تعز محرر، أهم المعسكرات وأهم الألوية التي كانت تمثل قواعد عسكرية مهمة اليوم هي محررة من يد هذه الميليشيات الإنقلابية. ورغم الصمود والإصرار لأبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، إلا أن توقف معركة التحرير في العامين الأخيرين أتاح المجال للميليشيات الغازية لإعادة ترتيب صفوفها، توقف يرى مراقبون أنه إجباري وفرضته الإمكانية الشحيحة التي تعمد التحالف افتعالها وسط خذلان شرعية أو بموافقة منها، بغية بقاء المدينة جبهة للاستنزاف حينا ومظلومية الشرعية والتحالف أمام المجتمع الدولي أحيانا كثيرة. قاعس التحالف وغياب الدعم والإمكانيات والعدد العسكري جعل الجيش الوطني يتحرك وفق إمكانياته المحدودة، ولو كان حصل على الدعم الكافي كما تم في عدن وفي المحافظات الجنوبية لكنا اليوم على مشارف مدينة إب وربما على مشارف مدينة صنعاء. وتبقى تعز المعادلة الأصعب في مسألة الجمهورية والقضايا المصيرية التي تهدد شعبا بأكمله. عبد العزيز الضبحاني من شباب تعز